كان العسكريه اللي راهم يهدموا بالجانب ديالو. هذا صاحب المنزل كما كتشوفوا من خلال الهدم راه بداو الحيطان كيتشقوا، بداو الحيطان كيتشقوا، هما داخل راهم مور هذا الحيط كيطيحوا بالبوكلانات. ها انتو كيتشقوا هنا الحيطان، بدا هما راهم خايفين، وخاصه الحيطان عندهم مشروكين وهذه واحد كانت في الخمسينات ولا في الاربعينات. المشكل هذا الحيط حنا شفنا هذا الحيط راجع للور، مورا ساكنين الناس، ولكن هما فاش بداو كيريبوا الديور الاخرين اللي خاويين راهم كيقيسونا حنا على حقاش هذا الحيط هذا راه كله راجع. من خلال الكلام اللي فهمت انهم قلت لي راهم غادي يخوفوكم يرعبوكم. دابا الدراري خرجوا ما بقاش يخليهم في السكنه ومريبه من الدار من النور ويجيو هنايا يجيو مع السبعه وما علموناش على هاد الحوايج هادو مع الاقل يقولوا لنا الدراري في الصباح مع السبعه حاوروا معنا ويقول لك اودي شنو بغيتو ولا هما جاو غير يديروا تصبحوا الكوميساريه. مع السبعه ونصبحوا هنا سبعه وعشره كانوا هنا ولادنا تخلعوا منين نصبح تخلعنا كاع لقينا الضباط يعني ما كنتوش عارفين باللي غادي يجيو خاصه نهائيا خاصه انتم جيتوا معيني في داك بالجنب اللي راه يهدموا نص الحيط. لقينا التراكسات مني فقنا سيدي لقينا التراكسات كيهدموا تخلعوا البز مني فاقوا غادي للمدرسه ما قدوش يمشي. وشنو سمح لي تهديد هذا تهديد هذا يعني تهديد بطريقه غير مباشره بطريقه غير مباشره يعني هذا الهدم تسببكم شقوق ومن تشقلك هذا واش تبقى انت ساكن؟ اذا وعلاش انتم ما خرجتوش من هنا شنو السبب؟ علاش غادي يخرجوا؟ واش يعطيك 20 مليون ديال ما ديروا شقه فيها 50 متر على ما كيقولوا 50 ولا 48 شنو غادي واش انا عادي 30 عام وانا ساكن هنا 30 عام وحنا ساكنين ويجي الضحى دابا ولا شي حد اخر يدي الارض ويخليني نخرج لي انا يرميني فيها غنمشي يعني ما خرجتوش ما 20 مليون ما قداتش ما كافياش عندنا تبارك الله 20 مليون ما سريت عندنا تسعة الاسر تبارك الله عندي الدراري بوحدهم وعندي البنات بوحدهم واش غادي يشترك البنات مع الاولاد ينعسوا قربوا لهنا بعدا كيبان لي الحيط كي طيب الحيط راه يريب دابا راه اي هذاك اذا ايها الدار الكرام بحال اللي كتشوفوا هاد الناس قال لك حنا ما هربنا من حق حنا 20 مليون ما قدتناش الاسره كبيره وحنا ساقلين هنا ما عندنا فين نمشيو والخاطر في الامر انهم جاوا يهدموا الحيط اللي متلاصق مع الحيط ديالنا غادي نخرجوا برا غادي نخرج برا نوريكم الحيط خارج هنا بالجنب اذا كتشوفوا التراكسات البوكلانات والتخال والفيبراسيون وكيقولوا بلي هاد الحيط غادي يطيح علينا اذا ها انتم تشوفوا هاي التراكس في الباب ياك ما تهدم علينا هاي في الباب ها هاي في الباب عندك عندك تولي عليك التراكس عندك 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 تولي عليك التراكس اذا ها انتم التراكسات هنايا اذا الصوره غنيه على التعريف اللقاء السلام اذا كان ممكن اسمي كريم الحفل الاول الثاني عفا شنو وقع اليوم في هذا الصباح في التكن العسكريه؟ سيدي التكن وقع في التكن العسكريه فقنا الصباح لقينا القوات ما شاء الله تبارك الله كثيره وعوان السلطه ولقينا السطاطات البوليس لقينا يعني لدرجه اللي تخلعنا كنا يكون عندنا شي ارهاب ولا شي حاجه ما عرفناش ما علموناش ما قالولناش يا ودي راه غدا غادي تجي السلطه راه غادي نجيو نهدموا الدير الخاوي ما عندناش علم مع السبعة الصباح تخلعنا تصدمنا اغلبية ديال الناس تصدموا والدراري حتى اللي غادي يقراو عندهم امتحانات يفوتو مشاو في حالة يرثى لها مشاو خايفين كلشي مشى خايف كلشي مشى خايف يعني ما كان لي علمكم منهم جاو ولا ما عندناش العلم نهائيا ما قالولناش راه غادي نجيو حتى حطونا امام الامر الواقع اذا هما راه كيهدموا غير دوك الديور اللي خرجوا هما كيهدموا الديور اللي خرجوا في نفس الوقت كيأذيو الديور اللي باقيين حداها ما تدخل اي دار دابا تدخل تشوف تلقى كلشي مشقوق المشكلة حتى الاسلوب ديال كيخدم على السلطه والعنف وطريقه الكلام ديالو ماشي مزيانه سعاده القايد والشيوخ الله يعمرها سلعه كيهضروا باسلوب حضاري ويطيبوا المواطنين اللي متضررين كلمه طيبه هو لا استفزاز وانا قلت له حنايا مواطنين كيستحقرني بواحد النظرات يعني في شكل انا ما عايشاش في المغرب هنايا جاي نشوف الوالده ديالي عيانه انا عايشه برا وجاي نشوف الوالده ديالي عيانه مشلله وعندها بزاف ديال الظروف يعني انا قلت له غير فهمنا كيقول لي كيستفزني اوكي يعني كيف يرفع لي الصوت وما يهضرش معايا اسلوب نقي كما سعاده القايد شنو هما الاسباب يعني شنو هما الاسباب اللي بيخلوهم يهدموا هذا الشيء بلا ما يخبروكم في النظر ديالكم؟ حنا ما عارفينش بقات واحد الاغلبيه ديال الناس قليله اغلبيه كيقولوا تفاوضوا معنا اعطونا واحد المبلغ رمزي باش نديروا شي سكنه بشكل اقتصادي باش يعني كل واحد الظروف ديالو كاين المتقاعد اللي كيخلص 1500 درهم ما كاملاش كاين الغرام اللي كيخلص 800 درهم يعني بقاو الاغلبيه ديال المتقاعدين ديال الناس غير اللي ما عندهمش يعني الامكانيات باش يخرجوا يعني وكنلقاو شي حاجه حتى هما غادي يقعد هذا الدل وهذه المهانه وهذا الخراب اللي حنا عايشينه كلشي غادي يخرج المشكله الناس ما لاقي
لقياش الحل، هذا اللي بقوا هنا اللي ما عندهمش الحل. بغيناك تقول لنا اخر كلمه لك ممكن. حنايا كنقولوا كنطلبوا جلاله الملك محمد السادس الله ينصر ويطول في عمره ويشوف حالنا وحال هذا الناس هادو. عاش الملك، كنقولوا عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.